السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. دي كانت آخر عزومة في رمضان، ربنا يعيد علينا الأيام بخير يا رب. عملت فيها أصناف كتير، عملت شيش طاووق، وكمان عملنا الحمام الكذاب المشوي بطريقة مميزة، وكمان عملنا الممبار اللي نال على إعجاب الكتير، وكمان عملنا البشاميل. عملت أصناف حلوة كتير بدون أي مجهود، بجد في اليوم ده ما حسيتش بأي مجهود ولا تعب. شايفين الحمام الكذاب بتاعنا المشوي تحفة ازاي؟ هعمله لكم بالتفاصيل. وكمان الممبار نزلته معاكم في القناة قبل كده ونال على اعجاب الكتير، وده البشاميل بتاعنا كان حاجة تحفة جدا. عملت اصناف كتير كمان بدون اي مجهود وتعب، وبجد كل الاصناف عجبت الجميع. لو اول مرة تشوف قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو. دايما لما تعملي عزومة جددي كده وغيري في انواع الاكل، هتعجب كل ضيوفك. اول حاجة بدأت فيها عملت الرز الاصفر المبهر علشان نحشي بيه الحمام الكذاب، بس انا هنا كترت شوية علشان يتبقى منه ويكون موجود كده على السفرة رز اصفر مبهر. تمام، اول حاجة نزلت بيها بصلة معاها واحدة فلفل اخضر صغيرة مقطعاها، وحطيت عليها رشة من الفلفل الاسمر وشوية من السبع بهارات وشوية من الكركم والكاري. الكركم بيظبط اللون والكاري بيدي طعم حلو قوي. كل ده بشوحه ويا البصلة، يعني التوابل لما بتتشوح بتديني نكهة حلوة قوي، جربوها مش هتندموا. كمان انا عاملة هنا الرز بدون الكبد والقوانص، بس بجد طلع طعمه تحفة جدا. نزلت كده ورقتين من اللوري كمان، وبعدين الرز بتاعي كان مغسول صفيته كويس، وبدأت اشوحه ويا التوابل اللي انا ضفتها دي كلها ومحمصاها في الزيت السخن. تقدري تستخدمي المادة الدهنية اللي تحبيها، سمنة أو زيت براحتك خالص. قلبت كده الرز وتغلف كده والتتبيلة وبقى حلو قوي. ما ننساش نظبط الملح ونحط مقدار المية المناسب للرز بتاعنا، طبعا كلنا شاطرين وبنعرف نظبط قاعد الرز ازاي. شايفين اللون الزبط خالص معايا ازاي من أول مرة؟ أنا هنا هحط نص كمية القعد الأول، لأني عايزة أشيل كمية من الرز تكون نص سوا، دي اللي هحشي بيها الحمام الكذاب. تمام، اول ما بياخد غلوة كده ويبدأ يتشرب بهدي عليه النار. تمام جدا بالشكل ده. على فكرة طريقة الرز دي حلوة قوي، لما تعمليها جنب اي اكلات كده زي الفراخ المقرمشة وكده بتبقى حلوة، حتى بدون كبد وقوانص، بس بيبقى طعمها حلو قوي. اول ما الرز يتشرب المية كده ببدأ اشيل كمية، مقدار طبق كده هحشي بيه الحمام الكذاب بتاعنا، وباقي الرز انا مش هرميه ولا حاجة، زي ما قلتلكوا بعمله صنف رز اضافي كده على السفرة. بقلب كده الرز كويس بقى وبهدي عليه النار واسيبه يتردد مع بعضه، وبروح عند الحمام الكذاب اشتغل فيه. دي وراك فراخ وانا اللي خلياها، تمام، كنت منزلاها معاكم قبل كده في القناة. ببدأ بقى اجيب كده الوراك بتاعتي وبشيل اي زيادات كده في اللحمة منها من جوه. تمام كده بالشكل ده. بتبلها بتتبيله حلوه قوي مميزه، ان شاء الله ما تجربوها هتعجبكم كتير. معايا بصله مبشوره ناعم جدا، حط عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر، وكمان شويه من الجنزبيل بيبقى حلو قوي ويا التتبيله دي، وسنه صغننه خالص كده من الحبهان البودره او الهيل المطحون. تمام، قلب كل التوابل كده ويا البصله، ادعكها كده بالملح والتوابل. تمام، باخد بقى التتبيله دي بتبل بيها الفراخ اللي وراك الفراخ المخليه بتاعتنا دي من جوه كده من عند اللحم، ومن بره بيديها طعم رهيب. على فكره كل اللي كانوا من الحمام الكذاب ده كانوا مبهورين بطعمه وجماله، يعني وراك فراخ ولو انت عاملاها مسلوقه او باي طريقه تانية مش هتكون محبوبه زي ما تعمليها حمام كذاب كده بالطريقه دي. صراحه الطريقه كانت حلوه قوي، كل اللي كانوا منها سالوني على الطريقه، طريقة تحضيرها والشغل اللي اتعمل فيها لانها كانت تحفة. سبت كده الفراخ في التتبيلة شوية صغيرين، يعني مقدار 10 دقايق كده، على ما الرز بتاع الحشوة ده كان برد شوية. تمام، شايفين كده بحشيها ازاي من عند الدبوسة من جوه مكان العضمية اللي احنا خلناها. ببدأ احشي وادخل كده وازق بصباعي لجوه، شايفين، احشي الكمية زي ما تحبي، ما تخافيش كل الرز اللي جوه ده هيستوي. ابدأ بقى لم كده اللحم الفراخ على بعضه واساوي الجلد من بره، علشان موضوع الجلد ده مهم، هو اللي بيحافظ لي على شكل الحمام الكذاب. حمام ده ولا مش حمام؟ شايفين حلو قوي.
ايه، انا هنا حابه ان انا اقفله بالخيط، لانه وانا بخلي الورك كانت بهدل مني شويه من قدام، بس مفيش مشكله. فانا هنا هقفله بخيط. ممكن تقفليه بالخله الصغيره كده وتقفلي بيها، لان انا هشويه في الفرن مش هعمله شوربه خالص. فلما تقفليه بالخله في الفرن بيبقى حلو. تمام، بس انا هنا حابه اقفله بخيط. شايفين كده لفيت كده الخيط، بس اهم جزء بلف عليه الجزء اللي بالورك من قدام ده، الباقي محتفظ بشكله حلو قوي. شايفين كده حمام ده ولا مش حمام؟ حمام وناقصه جناحات، بس في منتهى الجمال. صراحة بجد الوصفة كان طعمها تحفة. هقفل معاك وحشي واحدة كمان علشان تشوفوا طريقة الحشو ان انا بحشيها ازاي. شايفين كده من عند عضمية الورك من جوه الدبوسة دي، طبعا مكان ما خلينا في مكان فاضي كده، ببدأ ان انا احشي كده الرز زي ما انتوا شايفين. احط معلقة الرز وازق بصباعي كده، تمام، وكمان بحط كمية رز من قدام كده، وببدأ ان انا ايه اقفل عليها، اقفل عليها بالخيط زي ما شفتوني قفلت اول واحدة. هقفل كل الكمية واحشيها بنفس الطريقة دي، تمام كده بالشكل ده. سهلة جدا وغير متعبة، بس بجد هتعجب كل اللي هيدوقوا منها. انا كده هرست كل الكمية في صينية بالشكل ده، حط عليها كوباية واحدة بس من المية، مش هحط لها اي مادة دهنية ولا حاجة، لان الاوراق اصلا بتكون دسمة بطبيعتها. وهظبط لها شوية ملح صغيرين، وبعدين هغطيها بالفويل وتكون جاهزة معايا ان هي تخش الفرن. تدخل الفرن تقعد ساعة واحدة بس، طلعيها بالشكل ده مستوية. اما عن ريحتها بجد كانت رهيبة. بتبدأي بس لما تبرد شوية نفك الخيط وندهن الوش صلصة او صوص باربيكيو او كاتشب، اي حاجة متوفرة عندك، وتحطيها تحت الشواية 5 دقايق، بتطلع بالشكل التحفة ده بدون تعب هو لا اي مجهود خالص. عملنا احلى حمام كداب ورز مبهر الاتنين في وصفة واحدة. شايفين الجمال ده؟ تاني حاجة هبدأ اعملها معاكو اللحمة المفرومة، تعصيجة اللحمة المفرومة للبشاميل. التعصيجة دي انا عملتها معاكو قبل كده في القناة، وبجد يا جماعة خطيرة. هي اصلا معروفة ان احنا بنشوح البصل وهي فلفل اخضر وفصين من الثوم، وبعدين بنزل عليهم بشوية جزر مبشور، وبعد كده ببدأ انزل باللحمة، بقلب كله في بعضه زي ما احنا شايفين كده. بضيف التوابل بتاعتي، فلفل اسمر، بابريكا، شوية كده من ال7 بهارات. ال7 بهارات دي بقى حلوة قوي، ان هي بتوفر عليكي ان انتي تقعدي تفكري احط ايه وخلطة ايه وكده. هي فيها كل التوابل المطلوبة ان انتي تعصجي بيها لحمة، تعمليها بيها بشاميل، تعملي بيها رز مبهر. تمام كده ظبطنا بقى الملح، ونزلت كمان بعصير 3 4 طماطميات كده مفرومين في الخلاط، حطيتهم على تعصيج اللحمة، وهسيبها تستوي لحد ما الصلصة بتاعتي دي تتقل وتسبك شوية. بضيف رشة صغيرة جدا من السكر، ممكن تستغني عنها علشان الجزر اصلا هيدي تعسيلة حلوة، هيمتص حموضة الطماطم. بنعمل البشاميل بالطريقة المعروفة، بنكون سلقنا مكرونة وبنرصها بأي طريقة تحبيها، بتدخل معاك الفرن كده ورا الحمام الكذاب على طول، وبعدين بيطلع بالشكل التحفة جدا ده. عملت معاكوا قبل كده بشاميل في القناة كتير، وتعمليه بالطريقة اللي تحبيها. بس دايما حابة اقولك لما تعملي عزومة اعملي اصناف الكل يحبها ومحدش يختلف عليها، علشان الكل يشكر في اكلك وكمان الاكل يخلص كله. بحب كده ارش على البشاميل رشة من البقدونس كده، بتديها اضافة في الشكل حلو قوي. طبعا احنا بنعمل عزومة نزين الاكل كده ونديله فينش حلو علشان نكون عاملين الحاجة بحب كده. شايفين جمال البشاميل عامل ازاي؟ خلصنا كده الحمام الكذاب والرز المبهر، وكمان عملنا بشاميل. دلوقتي دخلنا على الممبار. عملت معاكم الممبار قبل كده في القناة بالخلطة الممتازة بتاعت المصامت، ونالت اعجاب الجميع، وكل اللي شافها على اليوتيوب او على صفحتي على الفيسبوك اعجب بيها، وناس كتير جربتها وبعتت لي كمان وقالت لي ان الوصفة كانت ممتازة وحلوة قوي، وعملوا لها مشاركة على صفحات الفيسبوك. الخلطة كانت عبارة عن كل حاجة ني في ني، رز وخضرة محشي والتوابل وشوية من الصلصة، وكمان بحب ان انا اقطع الطماطم قطع صغيرة كده، ويا فلفل اخضر وفصين من الثوم، تحط التوابل بتاعتك، وطبعا ال7 بهارات مميزة معانا في الوصفة دي. تحط شوية شطة كده، نبدأ نحشي الممبار
وننزله في حلة فيها مية وبوكيه جارنيه ونظبط الملح، وبنزل الممبار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما يكونش مليان قوي علشان ما يكونش مكتوب معايا بالظبط. بياخد تسوية تلت ساعة، تلت ساعة يا جماعة الممبار بياخد تسوية فيه عفوا على النار، وبيطلع معاكي مظبوط جدا، ما تسيبوش اكتر من كده عشان ما يفرقعش. بطلع كده الممبار وبسيبه يبرد شوية، وببدأ ان انا احمره في زيت غزير. تمام، برش كده رش عليه من البقدونس وشوية من الدقة او الملح المبهر وبيكون جاهز معايا احلى ممبار في احلى عزومة. تقدري بقى تعملي اشكال واصناف، وزي ما اتفقنا دايما تعملي الاصناف اللي تكون بتعجب الكبار والصغيرين. ده الشيش طاووق بتاعي عملته، بس هنزل معاكم ان شاء الله بالوصفة فيديو مخصص علشان ما طولش عليكم الفيديو. شايفين، وعملت كمان مكرونة حمراء، عملت سلطات خضراء وطحينة، طبعا في شيبسي بطاطس وهي العصاير، وكانت العزومة تحفة جدا عجبت الكل. شايفين الشيش طاووق وحمام كداب وكمان البشاميل والممبار، حاجة كده كانت في منتهى الجمال بدون أي مجهود، وقت بسيط عملنا أحلى عزومة عجبت الكل. أتمنى تجربوها إن شاء الله هتعجبكم كتير وبالهنا. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.